لبس الخاتم لا بأس به، بالعكس النبي كان يلبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، لكن أهم شيء يبعد عن الذهب، يلبس ما شاء، حديد، فضة، زمرد، ألماس، كله جائز، لكن الذهب محرم على الرجال. أما النساء مفتوح كل أنواع الخواتم. طيب، أما الرجال فيحرم عليهم الذهب، ولبس الخاتم في أي شيء جائز، لكن تخصيص الخاتم خاتم الخطبة ودبلة الزواج وهذا، هذه يعني جاءتنا من الغرب، لا بأس بلبسها، لكن لا يحط في عنده اعتقاد. واحد مرة أنا شفته يعني نزع الخاتم، أوه طلقت الزوجة، شلون طلقت؟ بس نزعت الخاتم طالق تصير. قلت لها يا ولد الحلال لحظة. فهذا الاعتقاد أن خاتم الخطبة ما ينزع، وإذا نزع معناها فسخت الخطبة، خاتم الزواج ما ينزع وإذا نزعته معناته، هذه عادات غربية، حتى يمكن الغرب ما عندهم هالشيء ما أدري أنا، بس أتوقع ما عندهم هذا الشيء. فالقصد أن خاتم الخطبة خاتم الزواج هذه تركها أحسن، لكن خاتم العادي بدون مناسبة ما في بس إن شاء الله تعالى.